صافا لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير على خير، اموركم مزيانه. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، شكرا بزاف 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 على الدعم ديالكم التالي، شكرا بزاف على الكومونتير ديالكم، على النصائح ديالكم، على اي حاجه كتكتبوها لتحت، على التشجيعات ديالكم، كنبغيكم بزاف. بغيت نوضح واحد الحاجه قبل ما نبداو الفيديو. بزاف كيقولوا لي هضرتك مبدله، اللهجه ديالك مبدله، كتهضري مبدله. البنات انا وجديه، يعني الهضره ديالي بحال هكا، كنهضر سبونطاني، ما كنتصنعش، كنهضر كيف ما حنا كنهضروا، ما غاديش نبدل هضرتي باش شي وحده تبقى على خاطرها. عجبتكم هضرتي، عجبكم المحتوى ديالي، مرحبا بكم، الف مرحبا. برصتك هضرتي، ما عجبتكش هضرتي، تقدري تخرجي من الفيديو وما تفرجيش. وهادشي اللي كاين البنات. اليوم الفيديو غادي تكون تسريحات ديال الشعر ديال الجامعه ولا ديال المدرسه، ولا كنتي كتقري في كوليج، في الليسي، في الجامعه. هاد الفيديو هذا اللي كنتيا كتلاحظوا فيا البنات بلا ما كنجمعش شعري بزاف، كتقولوا ديما لا، ولكن انا ما كيعجبنيش نكون شارجي، يعني كيعجبني نكون سامبل. مره اللي فاش كنجمع شعري ولا شي حاجه هكاك وصافي، يعني مشات قاعده كنمشط شعري بالبلاك وكنخليه بحال هكاك، عرفتوا؟ حتى المشطه ما كندوزهاش عليه، حيت فاش كنمشط بالبلاك كيرجع بحال الكرطب. فبلا ما نطولوا الهضره نبداو الفيديو. اول تسريحه اللي كتعجبني بزاف وكتجيني سهله، مشى عليكم الحال، ما لقيتوها ديروا في شعركم، عندي لكم. تاخذوا هاد جوج خصلات هادو القدام بحال هكا، ياك كنعرفش نشرح. المهم غادي تاخذوا هاد جوج خصلات هادو القدام بحال هكا، ها نتوما هادو، غادي ناخذ البنات جوج خصلات من هنا عاوتاني يكونوا قد قد، وهنايا شويه غادي نرخف، وفوالا هذا هو الفاينل لوك. هاد التسريحه جوله كتعجبني بزاف حيت كتلم الشعر وكيجي الشعر فيه واحد الفوليوم، فغادي نوريكم كيفاش ديروها. خاصكم ضروري بحال هذا يكون في الكحل، يكون في شي لون يكون غامق بحال اللون ديال شعركم، ما نلقاش غير هذا. اول حاجه غادي نرد شعري اللور بحال هكا، بحال غتشدوا شعركم من اللور. المشطه اللي من بعد هذه كنديرها فاش كنكون لابسه السبور، اولا تقدروا ديروها حتى فاش كتكونوا لابسين الكلاس. اول حاجه تحتاجوا بوندا، اي بوندا كانت عندكم الاحسن تكون في الكحل، انا لقيت هذه. فغادي نشدو بحال هكا شعرنا وغادي نديروه من ورا ودنينا بحال هكا، باش نوريكم الطريقه. فالبنات شوفوا فاش كتجمعوا شعركم بحال هكا كتلويو، عرفتوا هاد المشطة هادي مع شي توني وشي كويرة وسبردينة، يا سلام، لا مع شي حاجة كلاس صراحة كتجي مع كلشي. مهم بحال هكا تقدروا كاع ما تبينوش هاديك البوندا، تقدروا ديروا نساسك باتشا، تقدروا درقوا يعني بها هاديك اللعيبة. نمساك وغادي نديرو هنايا، التاليه البنات اللي غادي تحتاجوا فيها هاد اللعيبات هادو، هذه البنات سهله بزاف. غادي تاخذوا البنات بحال هكا شعركم بهذه الطريقه، وغادي تعليو شعركم لفوق، خصني مشطه من بعد تخرجوا البيبي هير هاد الصغيبه هادي. مهم من بعد البنات كتاخذوا هاد اللعيبات وغتشدوا بهم شعركم. البنات الا ما كانش شعركم ممشوط بالبلاك ما كنصحكمش بهادو حيت كيلصقوا في الشعر.
الشعر الفوق وغادي نمشط هاد اللعيبات هادو اللي بقاو. تقدروا تردوا شعركم بحال هكا، تقدروا تخليوا شعركم هكا اللي بغيتوا نتوما واللي كترتاحوا فيه. غنوريكم كيفاش المشطه كتجي من هنا. المشيطه الثانيه البنات واللي حتى هي كتعجبني بزاف، اللي غتحتاجوا فيها حتى هي بحال هادو، غادي تجمعوا شعركم بحال هكا عادي. البنات تهودوا شويه هاد البونده هادي ولا هاد اللاستيك هذا، وغادي ديروا هاد الطريقه هادي. سرحتي لي البنات اللي خصها الكونسنتراسيون، ركزوا معايا مزيان، سهله ولكن خصها التركيز. غادي تفرقوا شعركم بحال هكا، شعركم بحال هاد الطريقه هادي، وغادي تلموا شعركم بهذا باش ما يبرزتكمش. فاول حاجه غادي تخليو خصله، غادي ندي الطفيره من هاد الجهه هادي، ندي الطفيره من هاد الجهه هادي، وغادي نرد هادو الفوق. غادي نطفر بحال هكا، يعني يديكم يكونوا بحال هكا. غادي نقسمها على ثلاثة هانتوما، وغادي نطفر، غادي نطفر عادي. فاش غادي نكمل الضفره الاولى، غادي ناخد شويه من هنا وشويه من هاد الجهه هادي، ونكمل الضفره، ناخد شويه من هنا وشويه من هاد الجهه هادي، فوالا. وغادي تكملوا بهاد الطريقه هادي هانتوما البنات، وغادي تكملوا بهاد الطريقه هادي حتى تساليو، تبقاو تضفروا وتاخذوا شويه من هنا وشويه من هنا. والبنات من بعد ما غتساليو غتاخذوا هاد اللعيبات هادو وغتشدوا بهم هنا الشعر بهاد الطريقه. البنات هادي راه كتجي مع اللي شعرهم طويل واللي شعرهم قصير نفس الشيء. غادي نحاول انني نحلها بحال هكا باش يعطي واحد الفوليوم وباش يبان الشعر قوي. فوالا حتى لهاد الجهه هادي. البنات كيفاش كتجي. والبنات ندوزو للتسريحه التاليه واللي هي الاخيره، اللي هي معروفه بزاف كتعرفوها. غادي ناخذ شعري لهاد الجهه هادي، وغادي ندير طفيره عاديه كما كتعرفوا. كتعجبني بزاف بزاف البنات هاد الطفيره هادي اللي كتكون في الجن. تاخدي بونده ولا شي لاستيك بحال هاد الطريقه هادي وصافي. نسالينا هادي كتعجبني في الصباحات، عرفتو غير طفري لبسي شي حاجه وخرجي وصافي. الغزالات ديالي كان هذا هو الفيديو ديال هاد النهار، وقت ما امكن انا ندير لكم تسريحات يكونوا ساهلين، يعني ما يجيوكمش صعابين، اون ميم طون يكونوا كيليقوا للسبور والكلاس، يعني البنات اللي كيعجبهم يلبسوا كلاس ولا سبور غادي يليقوا لكم. وصافي البنات هادشي اللي كاين، ما تنساوش انكم تدعموني بالاشتراك، والا كنتي جديده مرحبا بك في القناه، وما تنساوش انكم ديروا جيم ودخلوا الانستغرام ديالي، نخلي لكم هنايا اولا هنايا كما يكون بزاف.